اليوم يا جماعة راح نبلش إن شاء الله بشابتر 7، وبشابتر 7 هلا بدنا نعمل أبروكسيميشن للتكامل. طبعا بالوحدة السابقة كنا نعمل أبروكسيميشن للديريفاتيفز، المشتقة الأولى والمشتقة الثانية باستخدام الديفرنس فورمولاز. هلا عكس الاشتقاق اللي هو التكامل، وبالتالي بدنا نعمل هلا أبروكسيميشن للتكامل المحدود من A ل B ل F of X dx باستخدام فورمولا مختلفة بنسميها ايش؟ كوادراتشر فورمولاز. فاليوم نشوف كيف الـ QF اللي هي الـ Quadrature Formulas بستخدمها في تقريب التكامل. إذا أنا بدي راح أستخدم Quadrature Formula. التعريف الأساسي للـ Quadrature Formula إذا بكون في عندي أنا تجزئة للفترة AB بهي الصورة، هو عبارة عن مجموع حاصل ضرب الـ Weights W's في الصور لكل واحدة من هاي النودز. ولكن هاي الـ Quadrature Formula راح نتعلم لإلها ثلاث أنواع بستخدمها في تقريب التكامل المحدود. طبعا انا بدي استخدم هلا الكوادرشر فورمولا عشان اعمل ابروكسيميشن لهذا التكامل، وبطلع معنا ترانكيشن ايرور مثل كل مره. ف يعني هاي بسميها الكوادرشر فورمولا، او بسميها نيوميريكال انتجريشن، يعني ايش؟ تقريب لهذا التكامل. هلا الاكسز بنسميهم الكوادرشر نودز، والدبليوز بنسميهم الويتس. راح نتعلم يا جماعة، يعني لضيق الوقت أنا عادة كنت أشرح رقم 1 ورقم 2، يبدو أنه الفصل هاي راح نشرح فقط رقم 1 اللي هو عبارة عن النوع الأول من الكوادرشر فورمولا، بنسميه Closed Newton Cotes Quadrature Formula. وهذول الثلاث أنواع هم عبارة عن Trapezoidal Rule و Simpson's Rule و Simpson's ثلاث أثمان Rule. هذول بستخدمهم الكوادرشر فورمولاز في تقريب التكامل. لضيق الوقت يبدو انه هاي رح نأجلها. هلا نيجي على اول ثلاثة كيسز اللي هو بنسميهم كلوز نيوتن كوتس كوادرشر فورمولاز. ففي عنا نظرية بتحكي لك على فرض انه انا الفترة تبعتي اي بي عاملها ايكوالي سبيس. كيف يعني ايكوالي سبيس؟ يعني اذا بدك تطلع اي نود على العلاقة المعروفة تبعتنا اللي هي عبارة عن اكس 0 بلس كي اتش. اذا من خلال هاي العلاقة بقدر ايش؟ نطلع اي نود بدي اياهم. مثلا x1 هي عباره عن x0 زائد h، هيها x1 هي عباره عن x0 بس حط عليها h. بتطلع x2 هي عباره عن x0 زائد 2h، لانه في عندي equal space. هلا النظريه بتحكي لك في عندنا تجزئه للفتره equal space. اول حاجه التكامل المحدود بقدر اعمل approximation من خلال trapezoidal rule، وهي trapezoidal rule بتحكي لك انه الفتره بكفي تكون نقطتين فقط. يعني اول الفتره هو بسميه x0، اخر الفتره بسميه x1، و h بيكون المسافه بينهم. هلا في هاي الحاله التكامل للفانكشن f على طول الفتره من x0 ل x1 بقدر اعمل له ابروكسيميشن من خلال هاي الترابيزويدال رول. هاي بنسميها الترابيزويدال رول او qf اللي هي الكوادرشر فورمولا للترابيزويدال رول اللي بيكون فيها فقط نقطتين. طبعا بيطلع معنا ترانكيشن ايرور، راح نشتقه مع بعض ليتر. هذا هو ترانكيشن ايرور الناتج عن عمليه الابروكسيميشن. اذا كمان مره ترابيزويدال رول الكوادرشر فورمولا له، بروح باخذ صوره اكس 0 بجمع لها صوره اكس 1 وبقسمه اثنين وبضرب في طول المسافه بينهم اللي هي اتش. بينما سيمسونز رول بعتمد ثلاث نقاط، يعني بيكون في عندي x0 x1 x2. كيف بصل على x1؟ اللي هي عباره عن x0 بلس 1h. وكيف بحصل على مثلا x2؟ هي عباره عن x0 زائد 2h. كيف بحصل على h؟ اللي هي عباره عن طول الفتره الكبيره مقسوم على 2، على قطعتين يعني. هلا السيمبسونز رول بدل اروح انا هلا على الفانكشن اعمل ابروكسيميشن للتكامل من x0 ل x1، بدي اعمل تكامل من x0 ل x2. اذا بدي اعمل تكامل بقدر اعمل الابروكسيميشن من خلال هاي الكوادرشر فورمولا اللي اسمها سيمبسونز رول. هلا هون تاخذ صوره x0 اربع اضعاف صوره x1 وصوره x2 وقسمها على 3 وبضرب في h. طبعا في عندنا هون ترانكيشن ايرور، راح نعمل اشتقاق ليتر خاص بسيمبسونز رول. هلا بالنسبة لسيمبسونز ثلاث أثمان، راح تلاحظوا كل ما بتزيد عدد النقاط بصير الابروكسيميشن أفضل، تمام؟ هلا سيمبسونز ثلاث أثمان
رول نعتمد أربع نقاط، وبالتالي بقسم الفترة الكبيرة AB لأربع نقاط متساوية عن طريق إيجاد H، اللي راح تكون H هي عبارة عن طول الفترة الكبيرة B ناقص A على ثلاث، اللي هما عدد إيش الفترات الصغيرة. بعدها التكامل على الفترة الكبيرة من X0 ل X3 بقدر أعمل له approximation من خلال هاي الكوادرشر فورمولا اللي اسمها سيمسونز ثلاثة أثمان رول، اللي هي عبارة عن هذا الشكل F0 plus 3 أضعاف F1 plus 3 أضعاف F2 plus F3، وبأضرب في 3 على H في 3 H على 8. طبعا هاي truncation error اللي ناتج عن عملية الابروكسيميشن. فلو ناخذ example على السريع نشوف مع بعض كيف ممكن نحسب هاي numerical integrations. مثلا للإكزامبل اللي عندنا هون، لاحظوا أنا في عندي هنا السؤال بحكي لك estimate. Estimate يعني بدي تقريب لهذا التكامل، وبالتالي انا بعتبر هلا f الفانكشن f المعطى معي هذا هو الفانكشن f هون، هذا بسميه الفانكشن ايش f. هلا بعد شو بعمل؟ بيجي بحكي اذا السؤال بحكي لي استخدم اول حاجه ايش ترابيزويدال رول. ترابيزويدال رول بعتبر طول الفتره مثل ما هي، هاي x0 اول فتره x2 x1 اخر فتره، وبالتالي ايش بيكون عندي بس نقطتين في الترابيزويد الرول، اذا المسافه بينهم اتش هي وحده واحده. بيجي بكتب القاعده، بروح هلا اتش صارت معروفه واحد، بروح هلا بصور ايش اول نقطه، بصور اكس 0 اللي هي الصفر، هاي الفانكشن عندي هون وين ما في اكس بعوض 0. نلاحظ انه في عندنا هون راديان، طبعا لما نعوض بيطلع الجواب واحد، وبنعوض الواحد هون وين ما في اكس في الفانكشن اف بنعوض واحد بالراديان بيطلع بهي الصوره، ونقسم على اثنين. فانا بقدر اعمل هلا ابروكسيميشن لهذا التكامل من خلال هذا الرقم. لاحظوا انه هذا التكامل شوي صعب انك تحسبه، ليش؟ الجزء الاول بحسبه بس الجزء الثاني بدك تعمله بالاجزاء يعني حتى تقدر تكامله، فممكن تكامله وتطلع القيمه الحقيقيه راح تلاقي قيمه شوي قريبه من هاي القيمه الابروكسيميشن. فانا عملت ابروكسيميشن للتكامل باستخدام ترابيزويدال رول. هلا ممكن استخدم ايش القاعده الثانيه اللي هي سيمسونز رول. سيمسونز رول لازم يكون عندي ثلاث نقاط، فشو بروح بعمل؟ بروح بطلع H، H اللي هي طول الفترة على قطعتين على 2، يعني 1 ناقص 0 على 2. فبس نطلع H سايتها بصير في عندك انت هنا X0 الصفر، بدي كمان نقطة بالوسط اللي هي نص، بدي كمان آخر نقطة، هي ثلاث نقاط للسيمسونز رول. وبطبق القاعدة، هي القاعدة تمام، هي بعوض محل H القيمة تبعتها. لاحظوا H هون زغرت، بكت في الأول 1 صارت نص، وبالتالي يفترض ان يكون الابروكسيميشن شوي اللي هون ادق من اللي قبله. وهي بروح بالنسبه للصفر نحن عارفين قديش صوره الصفر، وبالنسبه للواحد عارفين قديش صوره الواحد من قبل من هون، هي هون بضل علينا نطلع صوره ايش النص. فهي النص بروح بعوض النص وين في الفانكشن اف هون، وبطلع صوره النص بالراديان بطلع الجواب هاي الصوره، وبضربه باربعه وبقسم بطلع هاي القيمه الابروكسيميشن. هاي بنسميها سيمسونز رول ابروكسيميشن للتكامل اللي عندنا بالسؤال. هلا اخر حاجه لما نروح نطلع مثلا باستخدام سيمسونز ثلاث اثمان، هلا هون لازم يكون في عندك اربع نقاط، وبالتالي لما تيجي تطلع اتش تحكي انا عندي اتش هي عباره عن طول الفتره الكبيره 1 ناقص 0 على 3، وبيطلع الجواب ثلث. اذا عرفت اتش هلا شو بتعمل؟ خلص ما هي اكس 1 هي عباره عن ايش؟ عباره عن اكس 0 زائد اتش، فهي هون بصير عندك ثلث، يعني صفر زائد ثلث بيطلع معك ثلث، بعدين ثلث يا جماعه احط عليها كمان ثلث بتصير ثلثين، استنى تصير ايش الواحد. اذا بهي الصوره نحن بنعرف انه بالسيمسونز ثلاث اثمان بدي انا ايش؟ بدي اربع نقاط، فبحط الاربع نقاط وبعرف انه اتش قديش هي عباره عن ثلث، وبجيب القاعده تبعت سيمسونز ثلاث اثمان. هلا اف الزيرو طلعناها قبل شوي، اف ثلاث معروف اللي هي صوره الواحد، بضل عندك ايش هلا اف الواحد واف اثنين، بدنا اف الثلث واف الثلثين. بعوضهم بالفانكشن بطلعهم بالراديان وبعمل ابروكسيميشن بطلع معنا بهاي الصوره. اذا هلا بدنا نشوف مع بعض كيف نعمل ديريفيشن لهاي الترابيزويدال رول، من وين اجت يعني هاي. اول حاجه بالنسبه للترابيزويدال رول في عندنا نقطتين، ما دام في عندي نقطتين اذا البولينوميال تبعي تكبر ديجري لإله واحد. فهلا ممكن نستخدم نيوتن انتربوليشن، ممكن نستخدم لاجرانج انتربوليشن. فهون مثلا بدي استخدم نيوتن وكمان شوي بستخدم لاجرانج. فاذا بدي استخدم نيوتن بدي راح اكتب بولينوميال من الدرجه الاولى، هاي بولينوميال من الدرجه الاولى بدي استخدمه في عمل ابروكسيميشن.
هلا معناته التكامل تبعي الاصلي للفانكشن اف على طول الفتره بدي اعمل له ابروكسيميشن من خلال بي 1 طيب وبحط محل بي 1 قيمته. هلا شو بروح اعمل؟ بعمل تكامل بالنسبه لاكس، فالرقم اي 0 هي التكامل تبعه على طول الفتره، والتكامل اللي هون بكامل بالنسبه لاكس، وبدي اعوض هلا النقطه اللي فوق ناقص النقطه اللي تحت. لاحظ لما تعوض محل اكس اكس 0 هاي بتصفر، فبكفي تعوض ايش؟ اكس 1. بعدين شو بدي اعمل هلا؟ بدي اعمل كالتالي، انا مسمي المسافه بين اكس 1 واكس 0، لاحظوا هاي المسافه قديش اكس المسافه بين اكس 1 واكس 0، اكس 1 ناقص اكس 0 هي عباره عن اتش، فهي بتصير اتش، وهي لما تعوض محل اكس اكس 1 بدها تصير اتش، بس بصير هون تربيع. فانا التكامل تبعي اذا بتلاحظوا صار بهي الصوره. ضل علينا هلا نطلع قيم A0 A1 من خلال الديفرنس فورمولا. طبعا الـ A0 هي عباره عن F0 اللي هي Y0، A1 اللي هي عباره عن فرق الصادات على فرق السينات بين او بين النقطتين يعني. فهي فرق الصادات على فرق السينات، طبعا فرق السينات اللي هو عباره عن H. برجع بعوضهم هلا كل واحد بعوض قيمته محله. فبصير عندك ايش؟ تكامل من A ل B اللي هي عباره عن تكامل من اكس 0 لاكس 1 اللي هي اي بي، وهي الكميه كلياتها اللي شفناها هون بدي اعوض محل اي 0 اي 1 قيمتهم، فهي تعويض مباشر. هلا بس نعوض، لاحظوا انه هاي الاتش اللي هون بدها تشطب مع واحد التربيع، هي شطبت مع التربيع، وبالتالي اشتقينا مع بعض ترابيزويدال رول. اذا هاي هي ايش؟ ترابيزويدال رول. تمام؟ طبعا في هون طريقه ثانيه باستخدام تشينج اوف فاريبل بامكاننا نستخدمها. هلا كمان اكزامبل عشان نشوف مع بعض كيف نعمل ديريفيشن لسيمسونز رول. طبعا هون بدي استخدم لاجرانج، يعني هناك استخدمت بولينوميال، هلا هون بدي استخدم لاجرانج. هلا بالسيمسونز رول في عندي ثلاث نقاط، لاحظوا معناتها انا عندي ايش؟ البولينوميال تبعنا درجه له 2، فبروح على لاجرانج بولينوميال بكتب ايش؟ الابروكسيميشن بي 2 بولينوميال من الدرجه الثانيه، فهي حسب لاجرانج هاي بولينوميال من الدرجه الثانيه. بعدين شو بسوي هلا؟ بيجي x0 minus x1، x0 ناقص x1 هي سالب h، فبدي احط هون سالب h، هون x0 ناقص x2، x0 ناقص x2 هي عباره عن ناقص 2h، فهي ناقص h، في ناقص 2h بدها تصير ايش؟ 2h تربيع. نفس الحاجه هون، هي عباره عن h، وهي عباره عن ايش؟ سالب h، فبدي يصير عندك سالب h تربيع. ونفس الحاجه هون بنعوض تعويض مباشر زي ما انتم شايفين. هلا بدي اروح انا ايش؟ الفانكشن تبعي بدي اعمل له ايش؟ تكامل من A ل B، فبعمل له ابروكسيميشن من خلال B2، هي. وهلا بحط محل B2 اللي هو القيمة هي كلياتها، هي محل B2. لاحظوا بس شو عامل انا؟ موزع التكامل، موزع التكامل هون وهون وهون، ومحل Y0 حاطط F0، محل Y1 حاطط F1، محل Y2 حاطط F2. وبالتالي انا صف عندي التكامل من A ل B عبارة عن هذول الثلاث تكاملات. هلا هون بستخدم شوية change of variable عشان احول كل شيء بدلالة t. كيف يعني؟ يعني هذا هو اهم شيء، بدي احط محل x minus x0 h في t. اذا وين ما في x minus x0 وهي x minus x0 بدنا نحط ايش؟ ht. هلا اشتق بالنسبة ل x واشتق بالنسبة ل t، بدي احول التكامل كله بدلالة t يعني. فبعدها بدي اشوف حدود التكامل. هلا حدود التكامل من x0 لx2، فبيجي بحكي لما x تساوي x0 هون حط محل x x0 بتطلع t صفر، ولما x تصير x2 حط محلها x2 فبطلع المسافه، بصير عندك ايش؟ بصير عندك x2 ناقص x0. لاحظوا x2 ناقص x0 هي عباره عن 2 h. هلا ما دام هاي 2 h كويس، فهي الحاله بيجي بحط هون ايش؟ 2 h، بتروح h مع h بضل 2 هي. فانا عملت change of variable. هلا التكاملات كل اللي هون بصير كل شيء بدلاله ايش؟ من 0 ل من 0 ل 2، التكامل تبعاتي صاروا من 0 ل 2 كلياتهم. و هلا محل dx بنحط h dt، فهون وين ما في dx بنحط h dt. وايضا شو بضل علينا؟ بضل علينا مثلا اللي هي عباره عن x ناقص x1، x ناقص x2، شو احط محلهم هذول؟ فبيجي بحكي x ناقص x1 هي عباره عن x، هلا x1 شو هي؟ هي عباره عن x0 بلس h، هيها
x1 هي عبارة عن x0 تجمع لها h، و x2 هي عبارة عن x0 تجمع لها 2h. فبنيجي هون محل x1 بنحط قيمتها، محل x2 بنحط قيمتها. هلا هون بتصير x ناقص x0، x ناقص x0 لحالهم، وهي x ناقص x0 هي عبارة عن ht، فبحط هون ht وهون ht، وبضل عندي هون ناقص h وهون ناقص 2h. بنبسطهم يعني بهي الصورة، بصير عندك h في t ناقص 1 وهون h في t ناقص 2. إذا هلا صار عندك كل هذول بقدر استبدلهم كلياتهم، شايفين؟ يلا تعويض مباشر، لاحظوا تعويض مباشر. يعني مثلا هون لو جينا على اول تكامل، هاي اكس ناقص اكس 1، بنحط محل اكس ناقص اكس 1 هاي القيمه هاي، ومحل اكس ماينس اكس 2 بنحط هاي القيمه هاي، ومحل مثلا دي اكس بنحط هاي القيمه اتش دي تي. ونفس الحاجه بنعمل هون، ونفس الحاجه بنعمل هون، تعويض مباشر. اذا في هاي الحاله شو راح يصير معنا؟ راح يصير معنا كل شيء بدلاله تي، فبنبسط اللي بنشطب بنشطب وبنرتب، بتصير بهاي الامور، بصير كل شيء بدلاله تي، تكاملات كالكولس بدلاله تي، تكامل محدود، بنعمل تكامل زي ما انتم شايفين، بعمل تكامل بنعوض، بنعمل تكامل بنعوض كل شيء، ولما نعوض بتطلع كل شيء بدلالة F0 و H و F1 و F2، بنبسطهم بتطلع معك ايش؟ العلاقة اللي هي سيمبسونز رول بنفس الطريقة. إذا بهي الصورة طبعا نحن بنشتق القواعد دفتريها.